قرأت في هذه الحلقة كتاباً واحداً صدر عام 2017 عن منشورات القاسمي، وهو من إعداد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفيه مخطوطات ووثائق أصلية عن المعاملة التي تلقاها المسلمون في الأندلس. يقدم صاحب السمو حاكم الشارقة في كتابه الهام هذا شيئين مهمين بالنسبة للموضوع الذي يتحدث عنه الكتاب. أولهما مادة تاريخية موثقة عن موضوع انتهاك حقوق المسلمين بعد الاستيلاء الإسباني على غرناطة وسقوط آخر معاقل الدولة الإسلامية هناك، وثانيهما هو وثيقة قانونية مدعمة للانتهاكات والجرائم البشعة التي مورست ضد الموريسكيين المسلمين وغمط حقوقهم. وفي 200 صفحة من القطع الكبير وبأسلوب علمي تاريخي ممنهج ومصحوب بصور الوثائق الإسبانية الأصلية مع ترجماتها العربية، يطرح الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 10 إدانات اعتمد فيها على 10 وثائق إسبانية. يقول: اقتنيت عدداً من الوثائق الإسبانية وهي تعود إلى الفترة ما بين عام 1530 وعام 1610 ميلادية، وهي فترة مأساة مسلمي الأندلس بعد ترجمتها من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية ودراستها. اخترت منها 10 وثائق تدين فئات من الشعب الإسباني في تلك الفترة، أكان ملكاً أو قاضياً أو كنيسة أو جماعة من الناس، لما قاموا به من جرم تجاه مسلمي الأندلس. الكتاب ينشر وثائق عديدة تجسد بشكل عملي الإدانات العشر التي أراد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أن يبينها لإظهار الحق وعودته إلى أصحابه ولو بعد كل هذه القرون. يقول سموه: لقد قمت بوضع تلك الوثائق في صورة إدانات أدين بها كل من قام بتلك الأعمال الشنيعة تجاه مسلمي الأندلس، وهي كالتالي: الإدانة الأولى: الإعدام لأتفه الأسباب. الإدانة الثانية: الإهانات غير المتناهية التي تعرض لها شعب غرناطة بعد أن قاموا بثورتهم المسلحة في مملكة غرناطة نتيجة لاضطهاد الكنيسة. الإدانة الثالثة: مصادرة أراضي الموريسكيين المسلمين من قبل القصر الملكي وبيعها للمسيحيين ممن وردوا على الأندلس. الإدانة الرابعة: اتخاذ أبناء وبنات الموريسكيين الذين ثاروا والذين تتجاوز أعمارهم 10.5 للأبناء و9.5 للبنات عبيداً للذين أوقفوهم أو اعتقلوهم، أما الصغار فيستودعون عند أناس يربونهم ويعلمونهم الديانة المسيحية. الإدانة الخامسة: السجن لكثير من الموريسكيين الأبرياء. الإدانة السادسة: إجراءات التنصير على الموريسكيين وبخاصة على أطفالهم. الإدانة السابعة: طرد الموريسكيين من مملكة إسبانيا بغير رحمة. الإدانة الثامنة: مراقبة الذين لديهم تصريحات استثنائية لبعض الموريسكيين ليبقوا على الأراضي الإسبانية. الإدانة التاسعة: معاقبة كل من ارتحل إلى بلاد المسلمين أكان للحج أم التجارة، بفصل أولادهم عنهم وتربيتهم لدى الأساقفة ورجال الكنيسة. الإدانة العاشرة والأخيرة: طرد الموريسكيين من الأندلس بدون ذنب اقترفوه، فاتهموهم بأن هناك اتصالا بينهم وبين الأتراك. ويبين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بعد كل إدانة الوقائع التي وقعت لأسباب تلك الإدانات، والمستند الذي يثبت تلك الإدانة في صورة وثيقة مستندية قاطعة الدلالة.
يستخدم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من خبرته كمؤرخ في عرضه للإدانات لغة مكثفة بسيطة خبرية توصل للقارئ الواقعة التاريخية التي أدت للإدانة ومهدت لها بطريقة سلسة ودون عناء، ودون أن يحس القارئ بضرورة الولوج إلى مرجع تاريخي آخر كي يفهم بعض المعطيات الواردة ويقرن كل إدانة بواقعتها. في الإدانة الأولى مثلاً، والتي تركزت على الإعدام لأتفه الأسباب، يورد سموه الواقعة التاريخية المرتبطة بها ويوثقها بصورة عن الوثيقة الإسبانية الأصلية التي تدعمها وبترجمة لها إلى اللغة العربية. الواقعة الأولى: في عام 1530 ميلادية أرسل رئيس أساقفة غرناطة غاسبار دي أبالوس مبعوثا خاصا للملكة إيزابيلا التي كانت تقوم بالمسؤولية في غياب الملك بقائمة المخالفات، ليثبت للملكة أن النصارى الجدد من الأندلسيين ما زالوا على دينهم وأنهم لا يحضرون القداس المسيحي، وطلب باتخاذ إجراءات شديدة ضد الموريسكيين وأن يحكم بالخوف لا بالحب، فاتخذت إجراءات صارمة ضد المسلمين. ولما حضر الملك كارلوس الخامس أخذ ينافسها على اضطهاد المسلمين بأحكام الإعدام على أتفه الأسباب وباتهامهم أنهم عملاء للأتراك أعداء إسبانيا. هذه كانت الواقعة، ينشرها سموه مشفوعة بمستند. والوثيقة الأولى أمر ملكي لكارلوس الخامس سنة 1530 ميلادية يخص موريسكي بالنسيا. وفي خاتمة الكتاب يضع الدكتور سلطان القاسمي كلمات قليلة مختصرة لكنها مكثفة وواعية بحجم التجاهل والكيل بمكيالين فيما يتعلق بالمسلمين وحقوقهم في بقاع مختلفة من العالم. يقول: وعلى ذلك أختم بيانات المستندية القاطعة الدلالة برفعها للضمير الإسباني ليعتذر عما أصاب المسلمين في تلك الفترة وإرجاع حقوقهم إليهم.